أبواب مغلقة. اليوم رح نحكي عن موضوع حساس ومهم بكل وضوح وجراءة. رح نفتح النقاش عن حبوب الإجهاض وكيف بيأثر استخدامها على حياة كثير من النساء. رح يكون في الحلقة قصص من أرض الواقع، ونحكي ونناقش بعمق عن الجانب الطبي، ونسمع من شهود على الأثر الصحي والنفسي بعد استخدام حبوب الإجهاض من دون استشارة طبية. رح نشوف دور التجار اللي بيبيعوا على الحبوب بشكل غير مشروع، وكيف هالأمر بيأثر على مجتمعنا بشكل عام. رح نسلط الضوء على كيفية عملهم، وكيف بيحاولوا يستغلوا الظروف الصعبة ويجرحوا بضمير ميت الحقوق الإنسانية بدون رحمة. أبواب مغلقة، البرنامج اللي بيكسر حاجز الصمت وبيفتح أبواب النقاش على مصراعيها. إحنا هون عشان نحكي عن المواضيع اللي الكل بتجنب يحكي فيها، من حبوب الإجهاض للمثليين ومن عالم المخدرات لزنا المحارم. في أبواب مغلقة ما في مواضيع ممنوعة ولا حقائق مخبأة، بنقابل ضحايا هاي القضايا وبنسمع لشهاداتهم الصادمة. هدفنا نسلط الضوء على الجوانب المظلمة من حياتنا. إذا كنت تجرؤ على مواجهة الحقيقة، إذا عندك شجاعة على مواجهة الواقع، فأهلاً وسهلاً في أبواب مغلقة. كنت بعلاقة مع شاب حبيته من كل قلبي، هو كان يحكي إنه بحبني وبيضحي عشاني. فجأة كل شيء تغير وانقلبت الموازين من لما خبرته إني حامل، وعلى طول تخلى عن مسؤوليته وتركني وهرب. لقيت حالي وحيدة ومضطرة أجهض. أخذت حبوب الإجهاض والوجع كان فوق احتمالي. بتمنى قصتي تكون عبرة لكل بنت وما حدا يمر باللي مريت فيه. للأسف هاي هي رسالة ضيفتنا اليوم. شو صار معاكي؟ كيف كانت البداية إلى النهاية؟ أنا بلشت قصتي إنه أنا حبيت شاب وكنا بالجامعة مع بعض. قعدنا مع بعض سنتين، وهدول السنتين كنت زي أي بنت بحب الشاب من كل قلبي، وكنت بتعامل معه على أساس إنه آخر القصة رح يكون نهايتها زواج ويكون من نصيبي. هدول السنتين كنت معه بكل حب، كنت أتعامل معه بكل ثقة لأني كنت واثقة فيه وواثقة باليوم اللي رح يكون معي فيه. بعد سنتين للأسف مشاعري أنا كبنت ما قدرت أسيطر عليها، ما قدرت أوقف تجاهه في مرة، وصار بيننا علاقة. فقدت عذريتي. لما فقدتي عذريتك شو كان رده؟ شو حكالك؟ شو أقنعك؟ حاول يقنعني بأنه هذا الموضوع بصير وإحنا في الآخر رح نكون لبعض، وبالآخر هو رح يتجوزني ويستر علي. حسيت إن الموضوع عادي وبيصير بين أي اثنين. بين أي اثنين بحبوا بعض؟ أكيد، وإحنا كانت علاقتنا قوية شوي. بعدين شو صار معك؟ أول ما فقدت عذريتي كنت أنا فعلياً مو قادرة أطلع على وجه أهلي، مو قادرة أنام على مخدتي. كنت دائماً حاسة إنه أنا لحالي، وإنه كان في جواي إحساس إنه أنا في الآخر هو رح يتركني وما رح يكون الحذر اللي رح يستر علي. يعني ما كان عندك برضو ثقة فيه؟ بعد ما فقدت عذريتي أكيد بطل عندي ثقة فيه. في بنات ممكن تجرؤ أنها تيجي، أو تجرؤ أنها تيجي عندك وتقول لك أنا يا دكتور في مشاعر ولحظة شهوة، لحظة غريزة، لحظة حب، لحظة شو ما كانت، أنا فقدت عذريتي وحملت وأجهضت. وبكاء شديد. والله شوفي، في لحظات التأثير الضغط النفسي، الضغط النفسي اللي بيدفعها للجوء للطبيب النفسي. وفي حالات أجت وتكلمت في الموضوع زي ما تفضلتي، ومش حالة وحالتين، في حالات موجود، ولكن الضغط النفسي هو كان المحفز، انه عمل عدم قدرتها على تحمل الوضع النفسي هو اللي ألجأها
إنه تتكلم مع طبيب نفسي، وكانت يعني الضغط هذا ملجأ لإلها إنها تتعافى. وكثير من البنات ويعني مش أعداد ضخمة زي ما بتهيئوا العالم، ولكن موجود، يعني هاي الحوادث موجودة، موجودة في مجتمعنا، واللي بيراجع أقل بكثير من اللي ما بيراجع، لأنه زي ما تفضلت بحاجة لجرأة واتخاذ القرار. حكيتي لي بعد ما روحتي على البيت شعرتي بالذنب، وحسيتي أنه حاول يقنعك، ما حاول يصلح الخطأ بأنه يجي ويتقدم لك ويتزوجك. كان دائماً يحكي لي أنه هو لسه بده وقت، والزواج في هذا الوقت مش سهل، وبده مصاري وبده تعب. كان دائماً يحكي لي أنه في الآخر رح يكون من نصيبه منهم أنا، يعني ما أحكي لحدا والقصة تضل بيننا. سامحتي ومشيت الأمور وتعودتي على أنك تكوني مش عذراء. حسيتي حالك أنه أنت صرتي هون مرته، صحيح؟ صحيح، اضطريت أسامحه لأنه ما كان عندي قرار، يعني أي خيار تاني. أنا يا بسامحه وبكمل معه، يا ما في الآخر رح أصفي الحال. ليش تصفي لحالك؟ عشان تعودتي عليه ولا عشان أذنبتي معه وبدك يصلح هو الغلط اللي أذنبتي فيه؟ عشان أذنبت معه، ما كان في حل تاني. وقت وقدر أروح أحكي لحد المشكلة ويساعدني. طيب كملت العلاقة وصرتوا تطلعوا أكيد مع بعض إلى أن صار الحمل، صح؟ نعم. لما صار الحمل شو قال لك؟ قال لي أنا كنت سكران. قال لك أنا كنت سكران، وأنه هذا الذنب مش ذنبه وأنا المسؤول عن هذا الموضوع. يعني هو حملك المسؤولية عن الخطأ أو الخطيئة كما توصف. دكتور، هل ممكن الشاب عادي إنه يسمح لنفسه إنه يعطي مبرر إنه أنا كنت سكران؟ طب أنا بسأله سؤال، لما قررت تسكر كنت صاحي ولا لا؟ طبعا. مش عارف تبعيات السكر ممكن تأدي وتأدي وتأدي، هاي شغلة. الشغلة الثانية، الخطأ لا يبرر بخطأ. شكرا. أنا أدور على شماعة أعلق عليها أخطائي ما بتزبط، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، كيف البنت، طب هو سكران، طب انت كيف قبلتي انه يسكر ويكون في علاقة ما انت عارفة تبعياتها انها ممكن تكون، او الاثنين ممكن يكونوا سكرانين ووقعوا بنفس الخطأ بدهم يتحملوا الاثنين ذنب الخطأ اللي ارتكبوه. اما ما بنقدر نعلق شماعة على والله السكر انه وصلها، او انت والله ما حكيتي لا، او بغض النظر من هالمبررات اللي كثير تساق، الخطأ يسمى خطأ مهما جمل، بظل خطأ وبيبقى خطأ. طبعاً. فيعني تجميل الأخطاء هو خداع للنفس وللآخرين. شو حسيتي من الخذلان؟ شو شعرتي وانتي بدك تجهضي أو بدك تخلصي من الحمل اللي جواتك؟ طبعاً حسيت حالي لحالي، وحسيت حالي إني انضحك علي، وأنا في الآخر بنت ولساتني في أول عمري عم ببلش حياتي. بسبب حبي أو خليت قلبي يتحكم فيه غلطت هاي الغلطة. وكنت عارف أنه أنا رح أتحمل ذنبها لطول حياتي. الآخر لا أهل ولا قرايب ولا أصحاب ممكن يتعرفوا علي بعد العمل اللي أنا عملتها. أكيد أنا علي ذنب، بس المجتمع اللي إحنا فيه رح يعطي ذنب كله علي، وما رح يلوم الرجل ولا 1% ولا باللي عملوا فيه. صحيح، المجتمع ما بيرحم المرأة، ممكن يرحم الرجل ولكن الامرأة أبداً. بالضبط. ما إلي دخل، دبري حالك. بعد علاقة سنتين، حب، شغف، رغبة وأشياء كتير. نعم. إلى أن وصلت إلى الإجهاض. شعور البنت هون من الخذلان، بس أعطيني وصفك لهاي المشاعر. أو قبل ما نتكلم عن شعور البنت من الخذلان، ما إلي دخل في صار طرف ثالث في الموضوع. أنا بطرح شو دخل الطرف الثالث اللي هو اللي أجهض الجديد، اللي أجهض اللي كان ممكن يكون حياة. فاثنين في هاي الحالة حكموا على شخص ثالث بأنه يوقفوا حياته.
فهذه من هون أنا بشوف إنه نبدأ. شو دخلك أنت وشو دخلك أنت إنه تعطوا حكم لأجل غرائزكم على إنسان بريء ما إله علاقة في الموضوع تام؟ هذا ممكن كان لو ضمن إطار قانوني وإطار مقنن وشرعي وضمن أسرة كان ممكن يكون شخص وإنسان وكان ممكن يكون مفيد للشخصين للبنت وللشاب وكان ممكن يكون مفيد لمجتمعه. فهون ما إلي دخل، لأنه متوقع أنه في علاقة زي هذه لما يصير قضية حمل بالأخص في مجتمعاتنا أنه يصير انسحاب، لأنه حتى الشاب إذا قبل وأغلبهم لن يقبلوا أنه يتزوج وأنه كان على علاقة وصار حمل، الأهل والمجتمع لن يتقبل الموضوع أنه أنت كيف تتزوج واحدة حامل وواحدة بينك وبينها علاقة. فالأصل لما كانت المشاعر أنه المشاعر ما تطورت لغرائز وصار الخطأ الأكبر اللي هو وبعد خطيئة صارت، يعني الخطأ ركب خطيئة طبعا. فهون هو عدم توقفهم عند المشاعر وضبط الغرائز هي هذه أدت للنتائج هذه. حسيتي بهاي المشاعر كلها وبعدين لجأتي كما وصفتي لحبوب الإجهاض لأن حاولت تتواصلي معه وما برد. هو اختفى من أول ما حكيت له إنه أنا حامل وحكى لي إنه هو كان سكران اختفى من حياتي وحكى لي إنه مش مسؤول. ما كان عندي غير حل إني أشهد اللي في بطني علشان أهلي وعشان اللي بعرفهم. قلتي لي إنك بحثتي على السوشيال ميديا على حبوب أو حل للإجهاض. أنا ما كنت بعرف إنه في هيك إشي أصلاً بالحياة، بس لما دورت لأنه أنا ما كان عندي حل تاني، وأنا أصلاً ما كان عندي قدرة مالية كثير، أنا اتدينت كمان من صحبات لإلي. اتدينتي من صحباتك عشان تجيبي دواء الإجهاض، صحباتك بيعرفوه ولا ما بيعرفوه؟ كنت أحكي إنه أنا عندي مشاكل وكان بدي مصاري، واتدينت من أكثر من حدا مشان أقدر أجيب الحبوب. التجار طبعاً استغلوكي بهاي الحالة. أكيد أول ما عرفوا أنه أنا مضطرة وأنه أنا أقمت علاقة غير شرعية كل حدا كان يحكي لي سعر حائل مش قدرتي أصلاً. قديش قلت لي أعطوكي 5 حبات وكأنه 500 أو إشي أو 400 أو إشي؟ نعم صحيح، وهذا أصلاً أقل سعر أنا لقيته. عملنا اتصال مع أحد التجار، تجار حبوب الإجهاض. ألو مرحبا. ألو مرحبا فيك. كيف حالك؟ هلا حياك الله. ما بعرف حكالي إنه موجود عندك الحبوب. أيوة. هلا طبيا بدك كم حبيتي؟ هلا هم قالوا لي إنه المفروض يكون 5 أو 6 حبات. هلا أنتوا كيف يعني كيف تعطيني إياهم؟ احكي لي فهمني، لأنه أنا بصراحة ولا مرة استخدمتهم. لا طبيا كل مدة حمل عمر وزن إلى دورة الطبي من عدد الحبوب. لا طبيا بدنا نحكي كم مدة حمل من آخر دورة؟ يعني تقريبا 60 أو 55 يوم. 55 يوم. يعني 4 شهور. يعني شهرين مدة حملك تقريبا. كم وزنك؟ كم عمرك؟ أنا وزني 63 وعمري 38. أمراض ما عندك؟ ضغط دم، سكري، أمراض سكر ما شاء الله؟ لا لا الحمد لله ما عندي. عندك أولاد؟ لا ما عندي. أول حمل إليك؟ أول حمل إلي. أول حمل. لا طبيا بدك بين 8 حبات و7 حبات، راح أشوف لك إياها تبين يعني عشان يكون. الله يسعدك ويكرمك. الله يحفظك. طيب 70 يعني بكم حبة قلنا؟ 7 ولا 8 رح تعطيني؟ هو يعطيك 8 أحسن. أنت وزنك بين 65 و70؟ 63. 63 يعني ما عندي 60. هذول بيطلعوا 560 دينار. 560. أها. خليني أرجع أحكي معك لأنه بدي أشوف بصراحة المبلغ مش متوفر معي. خليني أشوف الوضع. لو ببعث لي عندك واتساب ببعث لك صورة عن الدواء كمان تشوفيه، ما في مشكلة. بس الطريقة كيف؟
يعني كيف بتاخذ طريقه بتكون عريض طبعا شيء بالفم وشيء بالرحم على فترات متقطعه من الوقت، لكن المضاعفات اللي بدها تصير معك كلها شيء بده يصير عندك الام اسفل ظهرك ورودي في الجسم ما وسعت نزيفه دوره وشد شوي طبيا. هلا طبيا بعد ما تخلصي الكورس كامل اللي هو 8 عبات بدك تهدي من 6 ساعات 12 ساعه ل 24 ساعه 48 ساعة لحتى ينتج معك هذا العلاج بعيد عني وعنك وعن الجماعة كلهم كاملين إن شاء الله مثله مثل الكيماوي بضل بالجسم فعال 48 ساعة مو فعال مثل البروفين ومسكن الألم 12 ساعة والضغط الحيوي 12 ساعة أو 8 ساعات هذا بضل فعال 48 ساعة. طيب لو 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 بدي هلا الحبوب بقدر اليوم أو بكرة أبعث لك إنه تحول تبعتي اللوكيشن أوكي وعلى طول بدفع لك المنزوغ طلبيات حكيت لك انا اذا بتعتمدي بطلع لك اياه اليوم بدك بكره بطلع لك اياه بكره صباحا طبعا بكير يعني 10 صباحا 11 صباحا ان شاء الله بكون مسلمك طبعا التسليم يد بيد ودفع كاش تمام التمام. طيب خليني ارتب اموري الماليه وارجع اتواصل معك. امورك وانا في خدمتك. الله يسعدك شكرا شكرا. بتحبي ابعث لك صورته كمان انا بحب اشوف الزبوني شوف ما عندي مشكله ابعث لي رقمك واتساب ولا معك رقم فلسطيني؟ لا لا ابعث لي هون على هذا الرقم في هذا الرقم اصلا هو هذا رقم مو الي لصاحبتي يعني انا بحكي معك من تليفونها. حمل غير شرعي اجهاض غير شرعي وغير قانوني من خلال حبوب احنا اشتريناها من تاجر بيستغلنا عشان نخلص من الحمل اللي هو غير قانوني وغير شرعي. برأيك هذا الإجهاض صحي؟ يعني هي كل حالة غير صحية حتى بالأحكام المطلقة على الناس يعني قبل الدخول بالطب الحالة غير صحية في التعامل معها مجتمعياً وطبياً وهذا الأسوأ وحتى على مستوى يعني الست اللي أحكي اللي هي صاحبة الحاجة في هذا الموضوع الحالة كلها غير صحية بالتأكيد الحالة هذه مزعجة جداً لأنه ببساطة على ندرة المضاعفات اللي ممكن تصير قد تودي بحياتها وأنا أعني هذا الموضوع أنه قد تودي بحياتها موضوع هذا الدواء واستخدامه معقد جداً وعلى قد ما أنه حاولنا إحنا أو نحاولت الدولة أنه توجد له ضوابط إلى حد ما في أماكن استل فيها أو لسه بعض الأماكن فيها فراغات بتخلي كل الحالة معقدة بمعنى حالة الإجهاض غير الشرعي أو غير القانوني لا أعتقد أنه رح نوصل إلها إحنا إلى نتيجة متكاملة إذا ما كانت الحلول متكاملة على كل الجوانب أنا رح أختص شوي في الموضوع الطبي لكن هذا الموضوع مثل ما حكينا في الموضوع النفسي في الموضوع الاجتماعي في الموضوع الطبي حتى في الموضوع القانوني وفي الموضوع العرف والدين الحل لازم يكون واحد وموحد بمعنى لازم يأخذ من كل الجوانب مرة واحدة لكن على المستوى الطبي هذه مأساة ومأساة لأنه بتم استخدام هذا الدواء بطرق غير صحيحة وواحدة بتنقل لواحدة معلومة والتاجر بيبيعه وللأسف أنا بحكي لك يا من باب الخبرة العلمية في هذا الموضوع معظم الأدوية عم تباعهم ما عم بيستفادوا منها لأنه عم بيستخدموها بشكل خاطئ وحتى لو استخدموها بشكل صحيح يعني الحبة بتوصل مبلغ وقدره بينما هي تكلفتها الحقيقية كاد لا تكون ولا أي شيء بدي تكلفتها الحقيقية روش الحبة يا الحبة بتنباع اليوم من خلال التاجر 80 دينار يا بتوصل هاي الأرقام طبعا يعني إنه الناس بتحتاج هذا الموضوع أنت وين دكتور عن هذا لا مش إحنا وين طبعا إحنا في عشان أكون واضح معك وأحكي في هذا الموضوع في جزء من المسؤولية انه حتى في القطاع الطبي احيانا قبل ما يتم ضبط هذا الدواء الان لانه الان له ضوابط قانونيه في جزء من القطاع الطبي ورح احكيها بكل وضوح كان مسؤول عن هذا الموضوع انه بتاخذي كذا بتسوي كذا تحت تعطي هاي المعلومه طب وين هذا الدواء موجود زمان كان هذا الدواء متوفر الان عليه ضوابط الدواء ليش الضوابط تمام لانه اساء استخدامه يعني هذا الدواء كان زمان في المتناول نشتريه من الصيدليه اي وحده تشتريه من الصيدليه للمعدة زمان لا انتهى استخدامه للمعده احنا بنستخدمه في حالات يعني في حالات طبية فعلا احنا بنستخدمه بدنا مثلا بعض الحالات الاجهاض جنين متوفي وممكن هذا الجنين ما نحتاج ندخله مثلا انا بعطي امثلة ما بدنا ندخل على عملية تنظيفات بالمعنى البسيط قد تقوم هاي الحبوب بهاي المهمة احيانا في حالات النزيف بنستخدمه ليش احنا بنحكي حبوب للمعدة
أول ما تم ابتكار هذا الدواء كان لمعالجة قرحة المعدة والحموضة، لكن اكتشفوا بعدين كتأثير جانبي أنه الناس أو الستات اللي بتاخده بصير عندها انقباضات تعرض لنزيف حسب مرحلة الحمل وقد يؤدي للإجهاض. فكان هون التأثير الجانبي لهذا الدواء بالمقارنة للحاجة اللي تم اكتشافه إلها وتصنيعه إلها كانت أقوى، وبالتالي تم استخدامه بعد هيك تحويله من علاج المعدة، لأنه دواء ضعيف بالمناسبة لعلاج المعدة، لحالات الإجهاض القانوني أو الإجهاض الطبيعي. إحنا كنا في الإجهاض الطبيعي بنوفر عملية على الست، أحياناً بعض الستات بتعرضوا لنزيف سواء بعد إجهاض أو بعد ولادة سواء طبيعية أو قيصرية، هدول الحبوب باستخدامهم بعد الولادة أو سواء كانت طبيعية أو قيصرية بتوقي من النزيف وممكن تنقذ حياتها. وحتى بعدين حاولوا يحطوا بروتوكولات لهذا الدواء، هذا الدواء بيستخدم هو طلع يعني، لكن ما تم انه ياخذ اللايسن او التشريع القانوني بشكل انه يستخدم لتحريض الولاده، في ادويه اكثر امان من هذا الموضوع. كل هذه الاستخدامات حقيقيه، هو لا يستخدم فقط لهذا الاستخدام اللي احنا بنعرفه، هذا استخدام معيب تمام، لكن دواء له استخدامات طبيه جليله. يعني انا بقول لك لما انا بدي اوفر على مريضه عمليه وهي مش بحاجه لعمليه تنظيفات بحب الدواء او بكم من حب الدواء باسعار بدها تكون بسيطه جدا، وين هل احنا تعلم؟ وين هل احنا تعلم؟ هل تعلم انه في تاجر وصف لي بالضبط كيف استخدم هاي الحبوب واعطاني ايش ممكن اشرب ايش ممكن ما اشرب، اعطاني ايش المسكن اللي استخدمه، يعني هو عم بيتعامل معي كطبيب. اوكي، فانا عشان هيك عم بسال وين دور الاطباء النسائيه في تمام انهم تمام هم يوجهوا النساء. وهل مشكلة عندك دكتور أنت اليوم إذا إجتك بنت قالت لك أنا أخطأت؟ يعني طبعا أنا مش بالضرورة أقدر أساعدها وراح أحكي لك ليش، بس بدوري على موضوع التاجر. شوفي إذا بتشوفت الحالة اللي كانت معنا، وهذا مثال أنا يمكن كثير ذكرته وراح أرجع أكرره لأنه الآن أصبح مناسب تماما، الإنسان في حالة الحاجة يقبل الإيحاء، يقبل الإيحاء تماما. فبالتالي معي الحبة السحرية تستخدمي واحد اثنين ثلاث، لأنه في ناس استخدموه للإجهاض الحقيقي اللي إحنا نستخدمه، جنين متوفي الناس لما نسوي عملية أو لأن صار عندنا نزيف كيف استخدمنا، أو في بقايا بالرحم ما بدي أدخل عملية، أو مليون اعتبار طبي شريف جليل نظيف هذا اللي بنستخدم له، يتم تناقل هذا الموضوع لا يوصل للتاجر. هو التاجر شو معناته؟ بيستغل الحالة الموجودة في الماركت بعيدا عن أي مسمى أخلاقي، بحفظ أدوات هاي الشغلة بيمتلكها وبصير يلعب عليها. في ناس بتبيع سيارات وما بتعرفش بالسيارات، هذا ببيع دواء وما بعرف بالدواء، ما بشوفش تبعات هذا الموضوع. يعني هو الإنسان اللي بيبيع دواء وما بيعرف إنه تفاصيله و أو كيف استخدامه ومضافاته، ترى بنفس جرم التاجر اللي بيبيع سيارة خربانة. طب دكتور أنت قلت لي إنه في أثر مسؤولية، خليني بس أرجع الموضوع وين إحنا. لا إحنا موجودين، ولا أخفيكي إنه في شيء كويس، هذا الدواء من مرحلة إنه كان مشاع وموجود بالصيدليات إلى مرحلة إنه متوفر في المستشفيات بأي شيء، لكن لما تم استخدامه بشكل شائع وأدى يعني النقطتين اللي خلت القانون يتدخل بهذا الموضوع، فعلا هذا التدخل جيد، استخدامه بشكل شائع جدا في حالات الإجهاض غير القانوني اللي أدى بعضها لحالات مضاعفات مخيفة ممكن تؤدي لوفاة. سينا شايف بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر ولو بعد حين، الزنا عرش الرحمن يهتز عنا بالعشائر تقتل. هذه جريمة مجتمع، أنا بحكي جريمة، جريمة أخلاقية، جريمة قانونية، حملت وهي بنت. مدام أنت عملت إشي حرام في البداية وزنيتي ومارست الزنا لازم تتحمل أنت هذه النتيجة وما تتجضي هذا الوضع. أول شيء تجار أخطر من تجار مخدرات للأمانة. عادات وتقاليد أنا ترفض هذا الحكي، وهي أصلا عاملة يكون الشغلة فيها حرام. بالنسبة للمرأة الغير متزوجة طبعا أنا بحط عليها علامة استفهام، بس هلأ عم يخطر على بالي إذا لا سمح الله كانت حالات اغتصاب. إجهاض مرفوض ومحرم على الجميع سواء كان الجنين شرعيا أو غير ذلك. شو حسيتي وأنت عم تطلبي من الشخص الغلط وهو بدون استشارة طبية؟ شو حسيتي؟ ما حسيتي بالخوف إنه ممكن تموتي من هذا الإجراء اللي عم تعمليه؟ أنا كنت حاطة احتمال 70% أموت من الحبة هاي، لأني أنا لا عارفة شو هي ولا من دكتور ولا بعرف أصلاً إذا هي صح ولا لا، بس أنا ما كان عندي خيار تاني واضطريت أخذها وأحطها. طبعاً أخذتيها كما وصف لك الدكتور الغير شرعي اللي هو التاجر،
ألام كانت يعني ما بتمنى لأي حدا يجربها. أنا متت وفي نفس اليوم أنا ما كنتش عارفة يعني كيف أمسك حالي ما أبين للناس إنه أنا قدي موجوع. أنا بالآخر ببيت أهلي. عادت أيام أنا جد مش قادر أنسى الوجع اللي أنا حسيته. ولحد اليوم أنا مستحيل أنسى الوجع اللي حسيته هذيك اليوم. بتنسي الشاب اللي خذلك ولا لا؟ بنسى الشاب بس ما بنسى الخذلان، ما بنسى إني أنا ضيعت ثقة أهلي، ما بنسى إنه أنا هلا نظرتي لحالي للمراي ما بقدر أطلع حالي بالمراي بسبب اللي صار. ننكر إنه في أطباء بيعطوا هذا الدواء لغير شرعي؟ بس لا أنا ما بنكر. أنا قلت إذا سألتيني أول سؤال قلت لك وين، قلت لك في جزء من اللوم علينا لأنه هذا ما أنكرته. بعض الحالات كانت بنتيجة خطأ من الأطباء، لكن إذا سألتيني وين تمت الضوابط بس حتى يكون جوابي ما في ملامة على الأطباء، لا يملك أي طبيب صلاحية وأنا بحلف لك هاي عليها إنه يطلع حبة من صيدلية المستشفى لأي حدا برا المستشفى. يعني الموضوع مش سهل. لا سهل من داخل المستشفى. أنا بحكي لك مش سهل، وبحكي أنا ما بدي إنه أحكي لك إنه عايشين في المدينة الفاضلة. هاي الحبوب لما ترخصت عن طريق وزارة الصحة إنها تدخل من المستشفى من صيدلية المستشفى لمرضى معينين إلا إذا في مؤامرة كونية. يعني بدك تقولي لي طبيب بده يتآمر مع مرضى مع الصيدلية مع وما أعتقد في حدا في القطاع الصحي بيغامر بنفسه بهاي الدرجة. الحالة كلها مش مضبوطة. بس في أطباء عندهم بالعيادة بيعملوا إجهاد. هاي خليني أقولك، إذا الحالة مش مضبوطة وبالتالي ما هو قلت لك في بين ثانية بين وصفه بالدكتور الإنساني الرحيم اللي أنقذ حالة وأنقذ ست وستر عليها وحافظ على سمعتها إلى مجرم ستر عليها إلى مجرم وعديم أخلاق وانتهازي ومادي، بين هاي وهاي لحظة. صح لحظة. صح. لذلك بده ضبط. وبعدين قوة الموضوع بدها تنطر. إحنا ليش نهرب منه؟ يعني إحنا هذا الموضوع هاي حالة موجودة يا أخي، صعد في القوانين وغلظها حتى ما حدا ينحط. بمعنى إنه إذا بيصفي الموضوع برأس ماله أو علاجه حبة دواء أوكي خليني ماشي يعني تنحل، بس يا أخي حط ضوابط. أنا فعلياً دكتور بشوف إنه كتير من البنات لا تجرؤ إنها توصل دكتور نفسي وتقول له أنا وضعت حالي بهاي الحالة بس مش قادرة أحكي معه، مش قادرة أحكي له، خايفة من الدكتور، خايفة من السرية، خايفة من المجتمع، وخايفة من وصمة المجتمع. الرسالة اللي ممكن نرسلها للصبايا، الطبيب أصلاً لا يحق له أن يحكم على مراجعه، يجب أن يكون محايد تماماً. حلو. هاي أهم خطوة، لأنه هذا أكثر شيء بمنع كثير من الأشخاص أنه يراجعوا الطبيب، لأنه بخافوا أنه الطبيب يحكم عليهم بحكم المجتمع أو نظرة المجتمع. مش الطبيب الأصل يكون حيادي تماماً، وهو ليس قاضي، هو طبيب. طبعاً. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية أنا بحكيها للكل، أنا ما عندي سحر أني والله أو أمسح عليه وخلص أو حلول سحرية. والطبيب ما راح يغير من المشكلة اللي وقعت، ولكن بغير وبساعد إنه كيف تتأقلمي وتحتوي المشكلة اللي وقعت، وكيف تتجنبي تبعياتها وتبعياتها النفسية والاجتماعية. هون ممكن الطبيب يلعب الدور الكبير، لأنه الطبيب ممكن يفكر معاك بصوت عالي، وهذا أهم شيء، لأنه في هاي الحالة الإنسان بحاجة إنه واحد يكون ثاني محايد ويفكر معه بصوت عالي اللي يساعده على اتخاذ القرارات، لأنه بتكون قراره مشوش، هو ضمن نطاق معين فقط، ضمن سيف المجتمع وسيف التبعيات وسيف إنه الحكم عليه شو بده يكون. إذا تحررت من هاي الموضوعة من الممكن كثير يساعدها اللجوء للطب النفسي والعلاج النفسي وبيقدم حلول. عادة البنت بتفكر فيما بعد، إيش رح يصير معاي؟ بتفكر إنه ممكن يجي في يوم الأيام رجل ويتقبلك زي ما أنت ولا لا؟
بمجتمعنا هذا اللي بلوم المرأة ما أتوقع. ما بتتوقع؟ أبدا. شكرا، وبتمنى لكل بنت إنها تدير بالها على حالها أكثر، لأنه مجتمعنا فعلا لا يرحم. شكرا، وبتمنى كل بنت يكون عندها وعي أكثر وما تنجرف في علاقة غير مشروعة. خلينا أوعى، لأن المجتمع ما بيرحمنا.